سرعة التفاعل الكيميائي إيش نقصد فيها؟ نقصد فيها أنه لكل تفاعل كيميائي سرعة محددة، نقدر نزودها وننقصها حسب الظروف. أرفع يد قبل لا تجاوب. بعدين أنت ملاحظ دائم تقاطعني قدام زملائك الطلاب، عيب عليك. إيش رأيك تجي بمكاني وأروح مكانك؟ ندري أنك فاهم كيمياء. ما أقصد يا أستاذ، بس الكيمياء لعبتي وأحبها، وعندي موضوع بسيط أبيك تخدمني فيه. أي موضوع ما يخص مادة الكيمياء تعالي بعد الحصة. خلنا نكمل الشرح لزملائك. يا أستاذ الموضوع يخص مادة الكيمياء، بس أنت هد واسمعني. أبيك توديني المختبر، عندي تجربة واثق من نجاحها من زمان. اختراع إيش؟ اختراع محلول يحول الورق إلى قماش. الموضوع دارسة يا أستاذ ومدركة، بس أحتاج تطبيقة علمية. تكفي يا عامر بن حيان. عامر بن حيان قوية والله يا أستاذ. من زود الحماس بصير عالم خوينا. بس أنت وياه أقطع الصوت، خلنا نكمل الدرس. نزل معنا المسح اليوم العالم عامر بن الحيان براسه. اقول دزها انت وياه لا يقوم البوكس الحين. عالم رحيم ضربات، عالم طرقن عن خشمك، تفهم ولا ما تفهم؟ تعاقب تعاقب انت. تعال يا ابوي اهدى، سيبك منه. معلك منهم يا عامر، حرام توسخ يدينك على المبزره، سفاهم بس. اي والله صادق. اسكت يا طالب انت وياه. خافوا مني، المسؤوليه صعبه. التجربة ذي مسكت براسي، مسويها يعني مسويها يا عيال. كفو عليك يا عامر. أقول هد ها، وين بتسويها يعني؟ مثلا في بيتكم؟ يا ابن الحلال يبغى لها مختبر، يبغى لها معدات، صمها وأنا أخوك ها؟ أقول صمها أنت بس، وش اللي معدات؟ توظف موتر أنت؟ اسمها أدوات مختبرية. يا ابن الحلال وش دراني؟ أنا أكره مادة عندي في ذا الدنيا ذا الكيمياء، ما أدري وش اللي حببك فيها أصلا. مو بشغلك، أوكي؟ يا عيال، الحل عندي. تعالوا معاي. عمي كفتة في آخر الليل كده، ما في أي مخلوق، أفتح لنا باب المدرسة وروح. لا لا لا، هذه خيانة للأمانة، النظام نظام. أما عامر خلوا علم يا عيال، كفتة واللي يسدد عنك قطة الاستراحة لمدة سنة. ساعة كم تبغوا؟ أثري سهل يا حبيبي، لعبة الكيمياء وكفتة مشينا. يا عيال دسبها، شكله سحب علينا. فال الله ولا فالك، قول خير. دلخ انت ساعة عشان تفتح الباب. أقول لك احترم نفسك ولا بمنعك من دخول المدرسة بكرة. عمي كفتة ما هو مشكلة، دخلني الحين وبكرة لا تدخلني. هي هي سكر الباب. لحظة، تبغون تروحون غرفة المدرسين؟ فيها ثلاجة مليانة أكل، جيب، بيض، تونة، مربى، كل شيء. أنا من يوم ما شفت عيالي أقول جبن، بيض، أقول أمشي قدامي، أمشي قدامي يا ورع. باب مقفل والمفاتيح معايا. طيب يا كفتة يا حبيبي أدينا المفتاح. يا أبوي مفاتيح مدارس الرياض كلها ذي. طيب كفتة حبيبي، تعرف مفتاح المختبر من ذولي؟ أيوة. وينه؟ من ضمن هذه المفاتيح. يا عيال ما في وقت، خلونا نجرب واحد واحد إلين ما نلقاه. يلا المفتاح. أقول نأجل الموضوع إلينا الفقي ده يجيب المفتاح. ما أنا بطالع من هنا إلين ما خلص التجربة. لو أكسر الباب. يا غبي أنت وياه، طلع الباب مفتوح.